السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نحيا بها ونموت عليها وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أحبتي في الله، عنواننا اليوم الإيجابية في ضوء القرآن والسنة النبوية المطهرة. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالإيجابية عطاء وجهد وعمل وتحمل للمسؤولية، كل ذلك تجاه الدين أولا، تجاه الوطن، تجاه المجتمع. تعالوا بنا لنتعلم من حبيبنا صلى الله عليه وسلم معنى هذه الكلمة في ضوء القرآن الكريم وفي ضوء السنة النبوية المطهرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل بعثته في الجاهلية من العادات والتقاليد ومن الأخلاق أو من العادات السيئة، لكنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلف بالنبوة والرسالة، الله أعده إعدادا تاما لأن يكون هو نبي هذه الأمة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشارك في بعض الأعمال التي كانت قبل بعثته وقبل أن يكلف بالنبوة والرسالة، إذا كانت هذه الأعمال تهدف إلى الأخلاق. فعلى سبيل المثال، كان هناك حلفا عند العرب يسمى بحلف الفضول، خمس قبائل من قريش تعاهدت ألا يكون هناك في مكة أو في خارج مكة رجل أو امرأة وقع عليه ظلم إلا رد له مظلمته. فهذا خلق أخلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم عاصر هذا الحلف لأنه عقد في 33 من هجرة رسول الله قبل أن يكلف النبي بالنبوة والرسالة، وقال عنه النبي: شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. بمعنى أنه حلف محتواه يدعو إلى نصرة المظلوم، يدعو إلى رد الظالم، رد الظالم من محتواه إقامة العدل بين الناس، من محتواه إقامة الخير بين الناس. فشارك النبي صلى الله عليه وسلم بإيجابية تامة في هذا الحلف، ويسمى عندنا في كتب السير بحلف الفضول. والنبي قال عنه: لو دعيت به في الإسلام لأدب، لأنه يدعو إلى إيجابية وإلى مشاركة في العمل الصالح، لا يدعو إلى المفاسد. هناك من العادات الكثيرة كانت في العصر الجاهلي، لكن الله نجى حبيبه صلى الله عليه وسلم منها. ليس معنى ذلك أن العصر الجاهلي يخلو تماما من بعض الأخلاق الطيبة، هذا جهل عدم علم، وإنما من خلال القراءة والفحص والتمحيص والرسالات العلمية تبين أن هناك من العادات
والإمامة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: شهدت في دار عبد الله بن جدعان خلفا ما أحب أن لي به حمر النعم. يعني لو خير النبي بين هذا الحلف وبين حمر النعم متاع الدنيا لاختار النبي هذا الحلف، لأنه يرد للظالم للمظلوم مظلمته، لأنه يقف على يدي الظالم، لأنه يقيم العدل بين الناس، مشاركة وإيجابية من الإنسان في المجتمع الذي يعيش فيه. وكذلك حينما جاء وقت تجديد بناء الكعبة، أرادت قريش أن تجدد بناء الكعبة المشرفة، وبالفعل أتم البناء. وحينما جاء وضع الحجر الأسود أو الأسعد في مكانه، اختلفت قريش وكاد أن يجب القتال بين القبائل، من هي القبيلة التي تتشرف بهذا الشرف العظيم بوضع هذا الحجر في مكانه؟ فتناحر قبائل العرب، وربما شد القتال بين البعض، إلى أن من الله على هذا على هذه الواقعة بحكمة نبينا صلى الله عليه وسلم، اختاره الناس حكم العدل مرحبا بالصادق الأمين كما نقل وكما عرف صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث رسولا. ثم فرج النبي فرش رداءه على الأرض وأمسك بالحجر الأسعد أو الأسود بيديه ووضعه في منتصف الرداء، ثم أمر كل قبيلة من قبائل العرب أن تمسك بطرف هذا الثوب وأن يحملوا جميعا إلى أن وصلوا إلى مكانه، ثم وضع في مكانه. وهنا خاض النبي بإيجابيته وبمشاركته وبحكمته وبفطنته قضى على فتنة عظيمة في ذلك الوقت. الإيجابية معناها عدم الركن إلى التثاقل، والسلبية وأنا في وادي والناس في وادي لا علاقة لي. الإنسان يتنصل من كل مسؤولياته ويعتقد أن هذا طاعة لله سبحانه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثالا أو أضرب لحضراتكم مثالا واقعيا في حياته. كلكم تعلمون غزوة الخندق والتي عرفت في كتب السير بغزوة الأحزاب، لأنها أو لأنه تحزب المشركون وأعداء الله وحاصروا مدينة رسول الله للقضاء على الإسلام، فسميت بغزوة الأحزاب، وهي في أصلها غزوة الخندق. لماذا سميت بالخندق؟ لأن هؤلاء الأحزاب المشركون تحزبوا، كثرت أو كثر عددهم وعدتهم، ما لهم من 10,000 مقاتل، والنبي معه 3,000 مقاتل. هناك فرق شاسع في العدد والعدة والأحكام. فلما رأى سيدنا سلمان الفارسي رأى الوضع فقال: يا رسول الله، كنا بأرض فارس، إذا تخوفنا الخير، يعني إذا كثر علينا الأعداء من كل حدب وصوب، خندقنا يا رسول الله، فهل لنا أن نخندق يا رسول الله؟ أعجب النبي بمشاركة أو بكلمة سيدنا سلمان وبهذه الفكرة، وأمر النبي بحفر فبحفر الخندق، وبدأ المسلمون في حفر الخندق. أول فعل فعله الصحابة ضربوا قبة من آدم أي من جلد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يجلس النبي تحت هذه القبة يحتمي من شدة الحر ومن القبر، لأن وقت هذه الغزوة كان شديد. وصفه الله في القرآن: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المسلمون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا نص رب العالمين للواقع الذي كان في هذه الغزوة، لم يكن كلامنا أو قول المؤرخون، وإنما كلام رب العالمين يصف الوقت والميعاد والجو الذي كان في هذه الغزوة. الجو بارد،
وبدأ الصحابة في حفل القدر. أراد النبي أن يجني في خيمته أو في قبته، رفض صلى الله عليه وسلم رفضا تاما، يريد أن يعلم الأمة ما معنى المشاركة الإيجابية للإنسان، ما معنى الإيجابية، ما معنى الأخذ بالأسباب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من مقام، بدأ الصحابة يحملون التراب على ظهورهم وعلى أكتافهم، ليس عندهم من الأدوات والوسائل التي تتيح لهم حفر الخندق إلا هذه الأدوات البسيطة، معول أو فأس وأمر بسيط، يحملون التراب على كتفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل معهم التراب، والتراب يسقط على لحيته وعلى شعر صدره، وكان كثيف الشعر صلى الله عليه وسلم، كان كثيف الشعر صلى الله عليه وسلم. الصحابة ينظرون إلى حال النبي يشق عليهم حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بالنبي ينادي كلماته لكي تبعث الهمة في قلوب أصحابه، لكي يجدد النشاط والهمة ويعطي لأصحابه القوة، ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قمنا، وثبت الأقدام إلا قمنا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فالصحابة يسمعون هذه الكلمات من فم رسول الله، سبحان الله، ترتفع الهمة وتعلو الهمة إلى أعلى وأعلى، فيحجو خمسة آلاف ذراع في ستة أيام. والله لو أن الشركات بكل أدواتها وبكل ما أعطيت من قوة كما قال لا تستطيع أن تحفر هذا الحفر في هذه المدة، وهم بأدواتهم البسيطة. النبي لو كان جالسا في خيمته ما قال هذه الكلمات، لو كان النبي جالسا في خيمته ربما بعض المنافقين، لأن المنافقين لهم شأن في كل غزوة من الغزوات، المنافقين لهم كلام في كل عصر وفي كل وقت وفي كل حين، حتى ما يصاب به إخواننا الآن في فلسطين من هذا الدمار والهلاك والقتل، سبحان الله، تجد كلمات تخرج من فم بعض الذين يدعون أنهم مسلمون، كلمات تفضل الدماء، كلمات لو سمعها هؤلاء لربما الواحد استسلم لأمره ولواقع حاله. ليست هذه طبيعة المسلم، إنما النبي ينادي بأعلى صوته: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر اللهم فاغفر أو اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. فالأنصار يسمعون هذه الكلمات يكبرون ويهللون الله أكبر، والمهاجرون الله أكبر، إلى أن ينتهي الحفل، والنبي يخرج وقد عصب على بطنه حجرا من شدة الألم، من شدة ألم الجوع، فحتى لا يترفض الإنسان بالأخر وربما لا يليق به كمسلم، فعصب النبي على بطنه حجرا حتى إذا ما نظر الصحابة إلى رسول الله يقتدون به. ليس هذا معناه استغناء عن الدنيا، وإنما لا يوجد طعام أصلا. في رواية البخاري سمعت جابر بن عبد الله قال: والله ثلاثة أيام ما تذوقنا فيها إلا شربات، إلا شربات، إلا بعض الشربات من التمر، شربت من اللبن وبعض من التمر، والله ثلاثة أيام ما تذوقنا فيها إلا بعض شربات من اللبن وبعض من التمر. تخيل أنت ثلاثة أيام لا تستطيع أن يدخل في المعدة إلا شربات من اللبن وبعض من التمر، ومطلوب منك جهد وعمل، إيجابية ومشاركة، قوة في الإيمان لا تضاهيها قوة، ولهذا بلغوا الدنيا، ولهذا فتحوا الدنيا، ولهذا أنهكوا أعظم دولتين في ذلك الوقت، الفرس والروم. ثم يأتي المنافقون وهذا هو هدفهم في كل زمان، يقولون:
محمد صلى الله عليه وسلم يبشركم بفتح بلاد الفرس، بلاد فارس والشام واليمن، والواحد منكم لا يستطيع ان يخرج من خندقه حين تبرز. هذا هو كلام المنافقين في كل وقت، لان النبي في موقف اخر، النبي صلى الله عليه وسلم بشر في هذه القدوه بفتح بلاد فارس وبفتح صنعاء الان اليمن وبفتح بلاد الشام سوريا ولبنان حاليا. والنبي صلى الله عليه وسلم اعترضت للصحابه بصخره عظيمه فاشتد عليهم الامر، فسرعان ما توجهوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه العون والمدد، يعلمون ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثقلا عند الله سبحانه لا تعترف بالقوانين الطبيعيه للكون، انما هي امور خارقه للعادة والعزال. يا رسول الله، ياتي النبي ويمسك بنعوه لاحد الصحابه ثم يرفع النعوه ويقول بسم الله ويضرب الصخره فتتكسر الثلث الاول من هذه الصخره، ثم يقول الله اكبر اعطيت مفاتيح بلاد الشام واني لامسك قصور الشام الحر من مكان هذا. في وقت الشده الصحابه والمسلمون محاصرون في الخندق، لا يستطيع واحد منهم ان يخرج راسه من الخندق، والا اصيبت بسهمه او ضربت بسهم. والنبي في هذا الوقت يبين لاصحابه يقول والله اني لاعطيت مفاتيح بلاد الشام واني لامسك قصورها الحمر من مكانها. كان كل مدينه من المدائن قديما توصف بلون قصورها، فكانت بلاد الشام تعرف بالقصور الحمراء، سوريا ولبنان بلاد المسلمين وبلاد العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ثم يرفع يديه مره ثانيه بسم الله ويضرب الصخره مره ثانيه فيتكسر الثلث الثاني من هذه الصخره، يقول الله اكبر اعطيت مفاتيح بلاد فارس واني لامسك المدائن من مكان هذا، او لاني او اني لامسك قصورها البيض. وكانت المدائن عاصمه الفرس تتميز بالقصور البيضاء، فالنبي يعطي علامه على صدق كلامه صلى الله عليه وسلم. وان لم يذهب النبي لم يخرج صلى الله عليه وسلم من شبه الجزيره العربيه، فكيف عرف القصور الحمر والقصور البيض؟ ثم في الضربه الثالثه الله اكبر ويقول اعطيت مفاتيح بلاد اليمن واني لامسك قصور صنعاء من مكان هذا. وياتي المنافقون ويقولون محمد يبشر اصحابه بفتح هذه البلاد، والواحد منهم لا يستطيع ان يخرج من الخندق حتى لكي يتبرز، يعني يقضي حاجته. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، يأتي سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه لأنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة المشاركة الإيجابية حتى بأقل القليل. يرى النبي وقد عصب على قومه حجرا، فذهب إلى بيت زوجته أو ذهب إلى بيته وطلب من زوجته ان تعد طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فكر في نفسه ولا في بيته ولا في زوجه ولا في، ولكنه نظر او شق عليه مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجد في بيته الا صاعا من شعير وشاة صغيرة، فامر الزوجه ان تقوم بخبز الشعير وان تذبح الشاة لرسول الله، ثم دعا رسول الله الى الطعام. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى بعض المناوشات، انتهى الأمر، ذهب النبي ومعه 3000 من أصحابه رضوان الله عليهم يريدون أن يأكلوا طعام جابر. فسيدنا جابر وقف هذا الموقف، أصيب بقمة الحرج، اعتقد أن النبي يأتي ومعه أبو بكر أو عمر على الأكثر،
ولكن جاء النبي ومعه 3000 من أصحاب رسول الله يريدون طعاما في بيت جابر، فأصيبت الزوجة بالكهول. سيدنا جابر لم يستطع أن يتكلم بكلمة واحدة. علم النبي ما يبني في نفسه، فقال: يا جابر لا تحضر الطعام الآن، وإنما أضع يدي أولا في الطعام. ثم ذهب النبي ووضع يده في الطعام، أمره ألا ينزل القدر قبل أن يضع النبي يده في الطعام. وبمجرد وضوء يد النبي في الطعام غلب الطعام وأكل الجميع وشبعوا بأمر الله جل وعلا. معجزات حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المشاركة عندنا في الإسلام تعني عدم السلبية. قال نبينا: لا يكون الرجل إلا عبد، يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء الناس أسأت. ولكن وطنوا أنفسكم وقل: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا ألا تظلموا. المؤمن لا يكون أبدا إلا عبد، لا يكون أبدا إلا على رأي له ولا ثقل له ولا وزن له، وإنما يكون إيجابيا في كل تصرفاته وأفعاله، في كل تصرفاته وأفعاله. النبي يدعونا إلى الإيجابية والمشاركة في كل الأعمال والتكاليف طالما فيها الخير، طالما ليست فيها معصية لله سبحانه. علمنا النبي الإيجابية والمشاركة حتى مع من يكون في خدمتنا، إن كان هناك عامل يعمل معك في عمل أو في مهنته. يقول النبي: إخوانكم خبركم، إخوانكم خبركم، وضعهم الله تحت أيديكم، فلا تظلموهم، أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم فوق طاقتهم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. إعلام من الله جل وعلا على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكي تمتلئ القلوب بالرحمة والمشاركة والإيجابية حتى ممن يخدمك. وهناك نماذج من القرآن العديد، حتى أن قريبنا الفاضل حينما قرأ موقفين لسيدنا سليمان، موقف الهدهد طير صغير الحجم عظيم القدر عند الله سبحانه، لأن هذا الهدهد بسبب إيجابيته أدخل أمة كاملة في الإسلام، أدخل أمة كاملة في الإسلام. رأى قوما يعبدون الشمس من دون الله، فنقل الخبر لسيدنا سليمان، وبسبب هذا الهدهد وإيجابيته وتفاعله مع الموقف، ولم يرضى ولم يتثاقل ولم يتكاسل، إنما بسبب هذا الهدهد أدخل الله أمة كاملة في دين سليمان ألا وهو الإسلام. وكذلك النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة كانت في استطاعتها أن تبنى بنفسها بعيدا عن جنود سليمان، ولكن الله قدر لها وسخر لها وأوحى لها أن تقول هذه الكلمات، فينزلها الله في القرآن الكريم ليتعلم البشر من هذه الحشرة البسيطة، من هذا المخلوق الضعيف. إيجابية. سيدنا يوسف عليه السلام لما رأى الملك الرؤيا المنامية، ووقف سيدنا يوسف أمام الملك يطلب منه تفسير الرؤيا، فماذا قال؟ علم سيدنا يوسف أن هناك وعلى هذه الأمة ألا وهي مصر ستصاب بسنين عناء فيها من القحط والجوع، فلا بد من الأخذ من الأسباب العلمية والأسباب العملية لرفع والله مشاكل الأفراد والأمم والمجتمعات لا تحل بالشعارات ولا بالكلام، وإنما تحل بالأسباب العملية والعلمية. سيدنا يوسف ماذا قال للملك؟ كما في استطاعتي أن يثني على الملك: أنت أيامك أيام خير، أنت كذا وأنت كذا، وإنما قال له الحقيقة. قال: تزرعون 7 سنين لألا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما
تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فأمر بأخذ الأسباب العلمية والعملية التي ترفع المحنة عن هذه الأمة في ذلك الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أضللا. اللهم احفظ مصرنا يا رب العالمين، واجعل رايتها في العالمين، اجعلها يا ربنا في العالمين، اجعلها سخاء رخاء، أمنا سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم كن عونا ومعينا وناصرا لهم يا أرحم الراحمين. اللهم فوحد صفوفهم واجمع كلمتهم، وانصرهم على من عادانا وعداهم، وانصرهم على من عادانا وعداهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مرفوعا. الله أكبر الله أكبر. شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي
السلام